القطاع الفضائي من القطاعات الاستراتيجية التي توليها دولة الإمارات اهتماماً كبيراً، متمثلة في عدد من المراكز والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، من أبرزها أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك كمركز رائد في مجال الفضاء والفلك على المستويين المحلي والعالمي. أسست أكاديمية الشارقة للتكنولوجيا وعلوم الفضاء والفلك في سنة 2015 تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه. هدف تأسيس الأكاديمية هو البحث العلمي أولاً وتطوير الكادر الشبابي. الأكاديمية تضم عدة معارض تلقي الضوء على إسهامات المسلمين في علم الفلك وتاريخ التلسكوبات والأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء، إضافة لمختبرات ومراكز مختصة في البحث العلمي بعلوم الفضاء والفلك. تضم أكاديمية الشارقة للتكنولوجيا لعلوم الفضاء والفلك إلى عدة أقسام، ومنها قسم البحوث العلمية وقسم المعارض وقسم المرصد البصري التابع لإمارة الشارقة. ومن أهم إنجازات قسم الأبحاث العلمية هو نشر عدة أبحاث في مؤتمرات علمية مرموقة في الولايات المتحدة، في كندا، في اليونان، وفي المؤتمرات المحلية أيضا. وتضم أهمية هذه المؤتمرات أنها تضع إمارة الشارقة أو تضع دولة الإمارات العربية المتحدة في خارطة النجاحات العلمية في صناعات الفضاء وتكنولوجيتها. إنجازات محلية وإقليمية وعالمية حققتها الأكاديمية في مسيرتها العلمية، آخرها الإشراف على مشروع تطوير القمر الاصطناعي الشارقة سات 1. الأكاديمية الآن انتهت من تصنيع مشروع الشارقة سات 1، وهو يعتبر القمر الصناعي الأول للأكاديمية وجامعة الشارقة والأول على مستوى إمارة الشارقة، وهو قمر صناعي صغير يحتوي على مستشعرين. المستشعر الأول هو كاميرا مزدوجة لتصوير إمارة الشارقة وتصوير دولة الإمارات العربية المتحدة، وإما المستشعر الثاني فهو مستشعر الأشعة السينية المطور الذي يعد الأول من نوعه، الذي يستشعر كمية الأشعة السينية في الفضاء. الأكاديمية تعد مشروعاً قومياً وطنياً ومقراً علمياً بحثياً يهدف لتطوير وتعميم العلوم الفلكية والفضائية على المستويين المحلي والعربي. تجربة فضاء فريدة تقدمها أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، إحدى أكثر المراكز شمولية في العالم في مجال العلوم والأبحاث الفضائية والفلكية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ندى الرئيسي، الشارقة.